عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي المتابعين. درس جديد من دروس قواعد اللغة الإنجليزية. في هذا الدرس سوف أعرض طريقة نفي الجمل، خاصة الجمل في المضارع البسيط، كيف أنفي الجملة في المضارع البسيط. طبعا قبل أن أبدأ بالموضوع، الطريقة الأساسية لنفي الجملة هي أن أضيف أداة النفي not بعد الأفعال. إن كان هناك أفعال مساعدة في الجملة، مثلا am, is, are, was, where, will, would, should, can, could. مثلا she is a doctor, she isn't a doctor. أنا أكتفي بوضع أداة النفي بعد الفعل مباشرة، بعد الفعل is. He will travel to London, he won't travel to London. I can speak English, I can't speak English. We are brothers, we aren't brothers. هذا إن كان في الجملة أفعال مساعدة كما قلت، ولكن إن لم يكن هناك في الجملة فعل مساعد، لو كانت الجملة مثلا، لو أخذنا الجملة I speak English، هذه الجملة لا تحوي فعلا مساعدا، إنما هناك فعل أساسي في الجملة، الفعل speak. لا أستطيع أن أقول I speak not English كما كانت الإنجليزية القديمة من أيام شكسبير، كانوا يقولون I speak not English. ولكن الآن نحن بحاجة إلى فعل مساعد يساعدنا بالنفي. هذا الفعل أنا أختاره حسب شكل الفعل الأساسي في الجملة. لدي do و does، طبعا هذا في حالة المضارع. إن كان الفعل الأساسي في الجملة ينتهي بإس أختار does، وإن كان الفعل لا ينتهي بإس أختار do. مثلا I speak English، الفعل speak هنا لا يختار لا ينتهي بإس، أختار do. أقول I do not speak English. She lives in London، الفعل هنا lives ينتهي بإس، فأنا أختار does. أقول she doesn't live in London، يعني أنا أختار الفعل المساعد الذي يناسب الفعل الأساسي في الجملة. أمر آخر أريد أن أذكره هنا، أمر مهم صراحة، أن الجملة التي تحوي ظرف من ظروف التكرار مثل always و usually sometimes كما ذكرنا في درس سابق، أنفيها باستخدام never. أقول مثلا I always sleep early، أنا دائما أنام مبكرا. أكتفي هنا بوضع never مكان always. أقول I never sleep early. إذا نفيت الجملة باستخدام never. never إذا دخلت الجملة ممكن أن تنفيها كما قلت، إذا كان هناك في الجملة ظرف من ظروف التكرار. هذا كل شيء في هذا الدرس، إن شاء الله نتابع في درس لاحق. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.